السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. معكم أخوكم مصطفى، إزيكم؟ وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع حلقة النهاردة حل مشكلة البيض الفارغ، هنقولها بسرعة فيديو على السريع، وعلاج ترويق البيض. أسباب البيض الفارغ هنقولها أولا في تربية الحمام السايب، زيادة عدد الذكور، يعني لو عندك ذكر زيادة هيتلاقيه بيعاكس الحمام وقت التخصيب، الذكر يجي يطلع على النتاية يلاقي الذكورة زيادة بتيجي تضربه. ده سبب الذكورة الزيادة زي ما قلنا بتمنع التزاوج. الريش الزيادة اللي في حجر الذكر والنتاية، نجيب نوري لحضرتك ازاي وبنعمل ايه. نجيبنا هوت الريش اللي هو في الجزء ده في حجر النتاية من هنا، بنقصه ونقص جزء من الديل. لو الديل طويل، في انواع حمام زي الوزار اللي ديلها طويل، بنقص جزء من الديل اللي بيعوق، او الحمام الهزاز قص جزء من الديل، مش مشكلة. انت بتبقى عايز الحمام ينتج، مش مهم منظر الحمامة في الوقت الانتاج، اهم حاجة الانتاج. هنقص كده ونوري لحضرتك قصنا ازاي. يبقى قصينا حوالين فتحة المجمع بالشكل ده اللي بتبقى بتعوق عملية التزاوج، وما تنتش اي ريشة، ما تحاولش انك تنتش الريش، وتقص الديل كده تسويه من ديل الحمامة، ده اللي بيعوق موضوع التزاوج. يبقى كده السبب التاني. كمان في سبب اللي هو مرض السالمونيلا، بيسبب مشكلة البيض الفارغ، او ان الحمام يبيض بيضة واحدة، او ان هو ما يبيضش خالص، مرض السالمونيلا. كمان الديدان اللي بتصيب الحمام، لازم تعطي علاج للديدان كل 3 شهور، وبيتكرر بعد 14 يوم، اللي هو هنوري لحضراتكم دلوقتي، اللي هو بندكس. انا بعطيه كل 3 شهور قرص على لتر مية، وبكرر لمدة 3 ايام، وبكرر الموضوع ده بعد 14 يوم، وارجع اكرره كل 3 شهور كده طول السنة. اوعى تعطيه كل شهر، كل شهر بيوقع يا جماعة، بيوقع ريش الزغاليل. سبب كمان للبيض الفارغ، لو ان الذكر كبير في السن ما يخصبش البيض، في الحالة دي يبقى لازم تغير الذكر، او يكون مربي حضرتك في سلاكات وحجم السلاكة صغير، الذكر مش بيعرف يخصب في البيض، في يطلع فوق النتاية ويخصب البيض في السلاكة اللي حجمها صغير. حل المشكلة والعلاج، هتجيب حضرتك دايما يكون عندك سيلينيوم مستورد تمشي عليه، السيلينيوم المستورد هتمشي عليه دايما 3 ايام في الشهر، وهو مفيد جدا للذكور برضو والاناث مفيش مشكلة. او فيه ناس بتعطي الفلفل الاسود او الفلفل الاسمر، بيعطوه علشان يرجع ينشط الذكر، بيعطي للذكور كل يوم حبيتين مثلا لمدة اسبوع او حاجة. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.